هلا عندي لو اطلعت على هاي البروسيس التغير بالهيت تبع هذا اللي موجود هون على ايش بيعتمد الان؟ رح يصير في تغير في الحراره تبعته مزبوط؟ او في الحراره اللي مخزنه فيه الانرجي التوتال انرجي الموجوده فيه اهملنا احنا بي في اه؟ فمش رح يصير عندي تغير بالضغط وهذا اهملته، ايش التغيرات رح تصير بالحراره من هون؟ الهيتر ايش بيعمل بالهيتر؟ ايش بيعمل الهيتر؟ الفوليوم كونستانت على فكره الهيتر بعطيني مش هيك؟ فالهيتر رح يعطيني جولز بير سكند كل ما مر وقت اكثر عماله بعطيني وكل ثانيه عماله بعطيني كذا جولز اذا هاي رح تكون انترنال انرجي رح تزيد الانترنال انرجي بمقدار كيو مش هاي داخله على السيستم كيو من هون ايش كمان؟ ايش عمالي بعمل انا طول الوقت؟ التحريك بس التحريك شو عمل لي؟ ما غير الانترنال انرجي شو اتاكد انها ايش؟ انها هوموجينيوس اه فما بقدرش احطه في المعادله بس لازم مهم انه يتهدى نعم تي اي ايش تي اي؟ عم بعطيني حراره مش هيك؟ عم بعطيني طاقه قديش قيمتها؟ قديش قيمه الحراره اللي عم تدخل على السيستم من تي اي؟ لو بدي احطها نيوميريكلي رو الها نفسها سي الهم نفسهم اوكي؟ قديش التغير كم كيلو جرام عم بدخل لي من الماده هاي؟ بالثانيه او بالدقيقه او بالساعه حسب دبليو اي تمام شو درجه حرارتها؟ تي اي مش هيك؟ لو افترضت انه في ريفرنس معين لازم يكون في عندي ريفرنس معين كاني بقول انه هاي الماده قديش عم تعطيني كم جول بير سكند لما بتدخل عندي هون؟ كم جول فيها هاي اللي دخلت من هون؟ كل كيلوغرام كم جول فيه؟ ايش على ايش رح يعتمد؟ سي سي في ايش مضروبه؟ في الدبليو تمام؟ وبضربها في التمبرتشر بالنسبة لريفرنس، لازم يكون في عندي ريفرنس، هلا رح الغي الريفرنس بعدين، في عندي ريفرنس، يعني لو كل شغلي عمالي بشتغل بالنسبة لدرجة حرارة زيرو ايش رح تكون كمية الحرارة كأنها اللي عم تدخل بالنسبة لدرجة حرارة زيرو؟ هي تي اي ماينس تي ريفرنس مضروبة في دبليو اي مضروبة في سي، مضبوط؟ الكل فاهم ليش ضربنا بسي؟ لأن أنا عارف المادة هاي، فعمالي بقول المادة هاي كل كيلوغرام منها بيحمل كذا جول بير كيلوغرام بير كلفن فصار عندي هلا هون دلتا جي مثلا او انرجي دلتا اي من اللي داخل من هون راح تساوي عندي سي في دبليو ان مضبوط في تي اي ماينس تي ريفرنس مضبوط الكل فاهم هدول هاي ايش الوحده هون ايش اليونتس هاي جول بير كيلوغرام بير كلفن حتى هاي المفروض تكون دلتا هاي المفروض تكون دلتا اتش او كيو ان كيو ان الليكويد اللي داخل هاي وحدتها جولز بير كيلوغرام بير كلفن مزبوط هاي وحدتها كيلوغرام بير يونت تايم وهاي راح تكون كلفن كلفن بير كيلوغرامز بير سكند او بير مينيت في سبيسيفيك هيت فراح تعطيني جولز بير سكند او جولز بير مينيت او جولز بير اور اوكي فهي كميه الحراره اللي عم تدخل لي من هون عم بتدخل لي كميه حراره من هون بالنسبه لهذا الريفرنس ايش كمان عم بصير تمام وين اللوسز ايش اللوس لا 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 اللوسز احتورناهم منهم فيش عندي افترضت انه هذا معزول عزل تام وفيش عندي لوسز الاوتبوت تمام وين الاوتبوت نفس الشيء عم بصير عندي هون حتى احتمال كبير انه انا خسران بالعمليه هاي مزبوط ليش الحراره نفسها يعني تمام احتمال كبير تي تكون اعلى من ان دبليو اي ودبليو ايش العلاقه بينهم؟ متساويين فدبليو ان ودبليو متساويين والماده هون السي تبعت هاي هي نفس السي تبعت هاي لانه ايش احنا قلنا عن السي؟ هل بتعتمد على الحراره؟ لو سي بتعتمد على الحراره كان بقدرش اقول انه سي هاد متساوي لسي هاد بس احنا قلنا سي بتعتمدش على الحراره فسي رح تضلها نفسها هون وهون شو اختلف عندي تي؟ فتي هاي اعلى من تي هاي إذا النت بالمحصلة أنا إيش عمالي بصير معي؟ بخسر عم بخسر مش هيك مين اللي رح يعوضني؟ الهيتر فالهيتر رح تعوضني من هون فرح يصير عندي هلا رح يصير عندي هلا كيو أوت من هون رح تساوي سي في دبليو في تي ماينس تي ورح أستخدم هون نفس الريفرنس رح يصير عندي هلا كيو رح ناخذ كيو ان ماينس كيو اي كيو اوت بتساوي سي
W ممكن ناخذها W أو WN مش هيك؟ نفترضها W وعندي هون راح يصير في عندي T N minus T reference minus T plus T reference. ما بيهمني الريفرنس اللي باخذ بالنسبة لي. فراح يصير عندي هذا يساوي C WN T N minus اوكي ماشي الكل فاهم هاي المعادلة من هون هاي بتقول لي التغير اللي صار بسبب الليكويد اللي داخل والليكويد اللي طالع هلا فراح يصير عندي هلا التغير في الانترنال انرجي هلا احنا قلنا يو انترنال بتساوي رو في في ايش هاي المعادلة معناها الكاري هون ايش معناها مش استيميتد هون الكاري هون ايش بتقول لكل كيلوغرام من المادة الانترنال انرجي لكل كيلوغرام من المادة هون بايش ضربتها رو في في ايش يعني رو في في الماس لكل الفلويد موجود في التانك اعطتني التوتال انترنال انرجي اللي موجوده هون طيب اذا لو جيت اخذت دي اجينست دي تي اوف يو انترنال انرجي شو بتساوي بتساوي مشتقه تايم مظبوط نفس الشيء اجينست تايم رو في يو انترنال شو بتساوي هاي هلا هاي راح تزيد وتنقص ما راح اعتبرها زيرو الفوليوم راح اعتبره زيرو والماس راح اعتبرها زيرو بس الحراره هون ما لما يكون في عندي ترانزينت كونديشنز هل راح تكون هاي زيرو بالستدي ستيت راح تكون هذه زيرو ات ستدي ستيت كونديشنز شو بشوف بلاقي انه كميه الحراره اللي بالهذا اللي داخل هو نفس اللي طالع وصلت ستدي ستيت بس اس ترانزينت كونديشنز شو راح يصير ممكن ترتفع ممكن تنزل الكميه هاي شو بتساوي كيف ممكن ابسطها رو في في ليش ضربت رو في في طلعتها برا لا صح ايش كان اعمل الحاله العامه مشتقه هاي في هاي زائد مشتقه هاي في هاي مش هيك بس احنا ما بنعمل هيك ليش لانه هذا كونستانت من هون فواحده منهم راح تكون فبامكاني هم مدامهم كونستانتس بنطلعهم بصير عندي دي على دي تي يو انترنال التغير في الانترنال انرجي اللي موجوده هون هلا عندي هذه بتساوي رو في هلا محل الانترنال انرجي راح احط سي فعم بقول انه التغير ريت اوف تشينج اوف انترنال انرجي افترضنا احنا انه رو كونستانت وفي كونستانت وسي كونستانت فالتغير راح يكون سببه دي هاي المعادله مهمه خلينا نحطها هون دي يو انترنال انرجي against time بتساوي رو في 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 سي دي تي على دي تي هون ايش وحده تي اللي تحت الزمان واللي فوق حراره اوكي ماشي الكل فاهم هذا الجزء من الموجود هون اذا راح يتغير وهاي مش زيرو at transient conditions زيرو امتى at steady state اوكي مش زيرو at